cool. ويشرفني أن أخدم مديرا لمكتب جمهوريات سن الشعبية لدى دولة فلسطين. ويسرني أن أنقل أطيب التحيات من فخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية سن الشعبية إليكم. فسأبذل كل ما بوسعي لتعزيز وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا وزيادة التفاهم بين شعبينا. وأغتنم هذه الفرصة أن أقدم لكم خالص تقدير وامتنان. أتمنى لكم موفور الصحة والعافية والتوفيق وشكرا.